مرحبا أصدقائي، طبعا اليوم معنا درس جديد، درس المقاومات الكهربائية. طبعا معنا مجموعة كبيرة من المقاومات كما انتم شايفين، طبعا قديمة وجديدة. أنا فكيت من بورتات إلكترونية مشان استخدمهم ببورت جديد أو مشروع جديد. طبعا انتم شايفين عندنا مقاومة هون، المقاومة نسبة متغيرة، طبعا تكون قيمتها مكتوبة عليها هي تقريبا 4.7 كيلو أوم. طبعا نتأكد من قيمة مرة تانية، بس أفومتر طبعا نحط على مجال 20 كيلو، مثل ما قلنا 4.7 كيلو أوم. طبعا في عنا نسبة خطأ، طبعا طلع معنا 4.8 كيلو أوم. طبعا المقاومات طريقة القياس تبعيتها، نفترض ما كان عندنا مقياس أو متر، ففينا عن طريق الألوان مثل ما تكون شايفين نحدد قيمتها. مثلا هون هاي في يوجد لدينا 4 ألوان، 1 2 3 4. طبعا الألوان كل لون بيرمز لرقم معين. هلا راح أشرح لكم شلون نعرف الألوان. طبعا في عنا نظام 4 ألوان، في عنا نظام 5 ألوان مثل ما نكون شايفينهم. طبعا في عنا مقاومة سيراميكية هي بتتحمل جهود عالية، مكتوب هون تقريبا 9 واط، 4.7 أوم. طبعا عندنا مقاومة متغيرة، طبعا المقاومة فيها كتير مقاومات صغيرة مثل ما تكون شايفين. طبعا يمكن مكتوب عليها قيمتها 50 كيلو أوم. طبعا عندنا مقاومة نصف متغيرة بهذا الشكل، وحاول أذكر لكم القيمة هي 4.72، طبعا 47 أو 4.7 كيلو. طبعا الرقم 2 هذا بدل عدد الأصفار، يعني 4700 أوم. إذا قسمناه هون على 1000 بيطلع معنا 4.7 كيلو أوم. طبعا عندنا هون مقاومة متغيرة، طبعا هاي المقاومة بيستخدموا في مجموعات الصوت 50 كيلو أوم. طبعا كتلة أطراف لقسم معين، مثلا هذا للصوت اليمين واليسار، ليفت ورايت. طبعا هون فيوز بين المقاومات. طبعا الألوان، ألوان المقاومات بتبلش معنا من الأسود، فهو 0، بعدين بني رقم 1 أو عدد 1، أحمر 2، برتقالي 3، بعدين أصفر، بعدين يجي معنا لون أزرق، أخضر، بنفسجي 7، بعدين يجي رمادي 8، بعدين يجي أبيض 9. طبعا المقاومة نظام الـ4 ألوان، طبعا اللون الأول، الثاني، الثالث، الرابع. طبعا مثل ما تكون شايفين في عنا لون مثل المقاومة واضح كتير، وعنا اللون الفضي أو الذهبي
بعيد عن الألوان البقية، فبتكون اللون البعيد عنهم هي نسبة الخطأ. أما أول ألوان أو أول خانات هي أرقام، فالثالث يدل على عدد الأصفار. مثلا عندنا لون الأحمر، أحمر، أحمر، برتقالي، ذهبي. طبعا أحمر يدل على عدد 2، وبرتقالي يدل على 3. نضع 3 أصفار بدل 3، مثلا إذا كان هون 5 نضع 5 أصفار. طبعا ذهبي نسبة الخطأ هي 5%، فعنا هون 3 أصفار يعني كيلو، 1 كيلو يعني 22 كيلو. طبعا إذا أردنا نتأكد عن طريق الأفومتر، نضع الافو على 200، خليني اظبط شوي الاضاءة. مثل ما تكون شايفين 21 فاصلة، عن نسبة الخطأ. طبعا اما اللون الثاني فهو اصفر، بنفسجي، بني، ذهبي. طبعا ذهبي 5% نسبة الخطأ، والأصفر هو مثل ما تكون شايفين رقم 4، والبنفسجي رقم 7، والبني رقم 1. يعني هون خانة الأصفار نضع 0، فبطلع معنا 470 أوم. نسبة الخطأ 5%. خلينا نتأكد على الأفومتر، بنحط على 2 كيلو، نشوف نسبة الخطأ تقريبا هي 466 أوم. طبعا أعطال المقاومة، بتنحرق المقاومة، بصير في فصل، ف أغلبها بتكون فصل أو بتنحرق، وبتبين محل لما تجي جهود عالية بتنحرق. طبعا شكل المقاومة على البورد الإلكتروني بيكون بهذا الشكل، بيرمز له بالرمز R، طبعا تقاس بوحدة أوم. طبعا في عنا كيلو أوم هي 1000 أوم، وفي عنا ميجا أوم فهي 1,000,000 أوم هي. فهذا الرموز بتكون على البورد الإلكتروني بالرمز بالرمز الR. طبعا في عنا نسبة الخطأ مثلا هي 10% إذا كان لون آخر لون لون الفضي، فبيكون نسبة الخطأ هي 10%، أو أحمر أو برتقالي. فبرتقالي يكون 2%، أحمر 1%. طبعا بالخانة الأخيرة تكون نسبة الخطأ. أول خانة نظام الأربع الألوان، آخر خانة بتكون هي نسبة الخطأ. أما في 5 ألوان فبتكون آخر خانة هي نسبة الخطأ. طبعا اول لونين في نظام 4 ألوان بتكون قيمة عدد الارقام. نفترض انه اذا كان احمر احمر فنحط 22، ف
هذا بنظام الأربع ألوان، أما نظام خمس ألوان إذا كان معنا ثلاث ألوان أحمر فنحط اثنين 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 ثلاث مرات. فخانة الثالثة بتكون هي عدد الأصفار، مثلا كمان اثنين هون فنحط صفرين هون. فإذا قسمنا هالعداد إلى ألف، ليش الألف بنحولها لكيلو أوم، فبطلع معنا 2.2 كيلو أوم. فإذا حولنا لهي هذا الرقم فبتصير معنا 2.2 كيلو أوم. إذا قسمناها على 1000 عشان تنقرأ معنا بسهولة. طبعا المقاومة ما لها قطبية، لا يوجد لها قطبية. إذا حطينا أي طرف فبيشتغل معنا المقاومة. فإذا كان عندنا مقاومة متغيرة، طبعا المقاومة متغيرة بتكون بهذا الشكل. طبعا إذا قسنا هالطرف بتكون معنا على شكل مقاومة عادية. إذا كان 50 كيلو، إذا حطينا الأفو هون الأفو هون فبطلع معنا قيمة هي 50 كيلو. أما إذا حطيناها الأفو بين هالطرف هالطرف أو هالطرف هالطرف فتعطينا نسبة معينة، مثلا إذا 50 كيلو ممكن تعطينا 30 كيلو أو حسب التعيير المقاومة. طبعا المقاومة المتغيرة بتكون بهذا الشكل، هذا رمزة الموجودة بالمخططات الإلكترونية. طبعا توصيلة المقاومة عنا طريقتين أو ثلاث طرق، توصيل التسلسل أو توصيل التتفرع أو توصيل المختلط. فرح نجرب معكم. عنا قيمتين بالمقاومة، عنا هون خلينا نشوف قديش قيمة المقاومة معكم. فعنا هون برتقالي برتقالي، فبرتقالي هو رقم 3 3. طبعا أول خانتين تدل على عدد الأرقام، أما الخانة الثالثة فهو 0 بني، يعني رقم 1 0 1 يعني. أما الخانة الأخيرة فهو لون الذهبي نسبة 5% أو نسبة الخطأ. فهون بطلع معنا 330 أوم. فعندي مقاومتين، فعندي طريقتين للتوصيل هلا حاليا. أول شي طريقة التسلسل، طريقة التسلسل بتكون بهذا الشكل، نحط المقاومتين على التسلسل مع بعض، يعني R1 R2. فلازم يطلع معنا مقاومة جديدة هي R، فلازم تكون لها قيمة. شلون بنحسب هالقيمة؟ في عنا قانون، فقانون بكون R1 زائد R2، قانون التسلسل، يعني 330 زائد 330، فبيطلع معنا 660 أوم. فإذا شفناها على الأوفومتر، طبعا هالمقاومة اللي بنوصلها مع بعض بهالشكل على التسلسل، فمثل ما اتفقنا لازم يطلع معنا قيمة هي 660 أوم. طبعا قيمة المقاومة تطلع معنا 660 أوم. مثل ما لكم شايفين توصيلة التسلسل. أما إذا وصلناها على التفرع فبتكون بهذا الشكل، فنحصل على مقاومة جديدة هي R. فطبعا توصيلة التفرع بتكون
واحد على ار الكلية زائد واحد على ار الواحد زائد واحد على ار 2. طبعا نحن عنا المقاومات هون 330 اوم. فنضرب طرفين بالوسطين بيطلع معنا قيمة المقاومة. بحدود 165 أوم. فإذا بدنا نوصل هالمقاومة على التفرع بهذا الشكل ونحط الأفومتر. مثل ما نكون شايفين طلع معي 165 أوم. فحصلنا على المقاومة الجديدة. وفي عنا الطريقة الثالثة فهي بتكون بهالشكل. عنا هالجزء تسلسل فعنا هالجزء تفرع، فإذا دمجناه اثنيناتهم مع بعض فنحصل على مختلط، فبنحصل على قيمة مقاومة جديدة. طبعا جزء التفرع بنحسب على التفرع قانون التفرع، والتسلسل بنحسب على قانون التسلسل مثل ما تكون شايفين هون. طبعا عندنا قانون الأوم R تساوي V على I. فإذا عندنا قيمة المقاومة وجهت نحصل على تيار بهذا الشكل. أما إذا كان عندنا الفولت والأمبير فبنحصل على قيمة المقاومة. إذا كان عندنا التيار والمقاومة فنحصل على الجهد. نموذج أول، نموذج ثاني، نموذج ثالث. قانون أوم. فعنا هون مقاومة تانية، مقاومة مكتوبة أحمر أحمر. يعني 2 2 هون 2 عدد الأصفار، 2.2 كيلو أوم. فإذا وصلنا عن توصيل التسلسل بهذا الشكل فبنحصل على 4، هي 2.2 زائد 2.2 4.4 كيلو أوم. كان نسبة الخطأ طبعا. أما التفرع بتكون معنا 2.2
فبنحصل على 1، فبنحصل على قيمة مقاومة 1.1. طبعا نسبة الخطأ